بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد أو أما قبل، يقول ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف ما يصف لنا فساد سعي الظالمين لأنفسهم. يقول ربنا وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطب الصحابة رضي الله عنهم ويخاطب الناس أجمعين، فقالين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال. تحبوا ربي يعطيكم خبر الناس الخاسرين الدنيا والآخرة؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال. الأخسرين يعني صيغة كما تقول دي مبالغة في الأفساد، والخسران يكون بليغ زاد حيث يجوب الناس كيفاش تورط روحها. توا بربي شو مصلحتك أنت باش تتعامل على الدين؟ شو مصلحتك باش تدعي الدين وأنت عدو الدين؟ شو مصلحتك بس تسرع في الفساد وتترك الإصلاح؟ شو انت ما فسدت استتر واطلب من الله المغفرة، اطلب ربي يعوض لك. وربما كي توصل لدرجة من الصفاء مع الله والإخلاص وكذا وتكون عندك أمل في المغفرة، ربي ما يضيعكش وربما يقلبك سيئاتك حسنات. بعد ما تخسر كي تعمل وقفة متأدبة مع الله وتحاسب رويحتك بكل نزاهة، ما غير ما تكذب على روحك، بكل ما غير ما تولي. أعطيني أنا يا ربي راني تعبت، راني دائما نعصي بيك وماني نتلبى بذاك شيء. أما الآن جد الجد وحسيت باللي المسألة ولات ولا في مضرتي أنا يقينا، فاغفر لي. ربك يفرح، ربك يقبل، ربك يصفح. وقل سلام، يعني راه قدامك كان السلام مع الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال. شو دائما فكرة التوسعة، فكرة تبيان الصفحة، فكرة التفاؤل، يقول لي ما تقولش أنا تخذت هذا القدام. لا يا سيدي، ما هو تخذت في الماضي، الإسلام يشوف ما قبله ويتوب الله على من تاب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال. شو السيخة الذين هاو التفصيل، الذين والله سعيهم الحياة الدنيا، ظل سعيهم لأنه كان بالدنيا وقب الله والدنيا فما ضلالة زادة، يعني شيء مركب، يعني ضلالة مش البسيطة، هي مركبة ضلالة عن سبيل الله وضلالة فيما يأتيه الإنسان صباح المساء. الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، شوف كيفاش حتى ربي في إطار الحياة الدنيا، يعني حاجة بسيطة بكل تجري تتصافى مع ربي سبحانه وتعالى في دنيا اللي ما عندها حتى قيمة بالحقيقة، لكن هي دار اختبار. وبعدكم الجزاء، انت يا اخويا هيا للجزاء الاوفى، الجزاء المشرف لك، الجزاء المنقذ لك، الجزاء المفرح لك، واللي ينقذك من عذاب القبر وعذاب يوم الحساب وعذاب الخلود في النار والعياذ بالله. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اغلب الناس عمره ما تلقى المجرم يقول اجرام باي، فماش كل واحد يلصق روحه بعدم الإجرام، كل واحد يقول أنا من أفضل الناس. هذا ما هذا من نفاق الإنسان، لأنه إبليس يريد ذلك، يريد ما يلزمش المجرم يرى روحه مجرم، إلا كي في حالة خاصة قلنا وقت يحب يستفيد يرى روحه ضل السبيل، يحب يرجع روحه لسبيل الله، سبيل الرشاد وسبيل الخلود في جنة النعيم وفي حضرة الرحمن. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا اللي قاعد يغلط الناس، ترى احنا مسلمين خير منهم، هذا من الله وهذا من حسب الدين، احنا مسلمين خير منهم وربي بحق الله. كيفاش وصلتوا للحكم هذا؟ كيفاش وصلت وكم مش انتم تحت قبضة ابليس عماكم وسماكم وانتم بهذا يعني وخروج عن سكة الوقت؟ يعني عبث بكم عبث كبير وجندلكم ما خلى فيكم ولا بقى والعياذ بالله، حيث تحسبون انكم تحسنون الصنعة. وقد مضى كم من مره تحدثنا على الجماعة هذوما، هم كثره وهم سبب انا شؤمهم وسبب خلاهم جلاهم وجديوا على غيرهم من امن بهم ولا اعطاهم خالهم هكا وضرك عليهم وشجعهم باشاره وعدم تدخل الحاجه. يقول يا ناس تحسبون انكم تحسنون صنعا وانكم عملتوا حاجه هائله، ويرجع لعاهرته ويقول له والله اليوم عملت حاجه ممتازه كونه خليت
فلان ولا الجماعه الفلانيه تدمر المتدينين، يا المتدينين اذا كانوا مصدقين فهم في عليين، هم عند ربي مرزقون احياء يرزقون، اما فكر في كنت وامثالك مش يجربكم، وكل واحد منكم يبالو ما انا ما حتى حد غير هو حتى ربي ينساه، واذا كان حتى قال فما ربي يعصيه، يعني ما مشكول انت عندك موت لا تحب مش تحب تقول تحبش ربي ما يزلزل حد وما يغير حد ولا معقب الحكم، والله انت كلش تلمس وكلش عندك طاقه باش تراه، عندك طاقه باش تحسب الكلام وما هوش مش عمل به، لا يعني قالوا ربك هو بكل صدق سياتي على حسابك انت تحب ولا تكره الا ان تبت، اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقاء فحملت اعمالهم فلن نقيم لهم يوم القيامه وزنا. دائما نقول اللي ما يقدرش القران حق قدره، ما يعطيش النبي عليه الصلاه والسلام حقه، ما يعرفش اللي كل ما جاء في الاسلام في ثلاث فصول قرانيه ولا حديث قدسي ولا حديث شريفه اذا كان ما نسبهم ما يمكن ريحته. اولئك الذين كفروا بايات ربهم اي رفضوها والقوها وراءهم جعلوها ظهريا ولقائهم كذلك يوم القيامه، قال كحنا ارض تبلعنا ولا رجعت لنا. شوف انا بالطريقه دي السحريه بيبانكم انتم مش تعطلوا البحث، لا يا رغب انتم جميع المخلوقات الكل ستقبل حتى الحيوان، ربي ياخذ من القرناء حق اللي هي مسكنا تحو قرونا. فحبط اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. حبطت اي ولد هباء منثور ولا غلة طيبة تأتي من وراء تلك الأعمال، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا حجة لهم يوم القيامة باش يدافعوا عن نفسهم ولا خلاق لهم، أي لا حتى جزء بسيط من الهناء والرضا يراوش محرومين. أذاتهم طيباتكم الحياة الدنيا والله لا يظلم أحدا وما ربكم بظلام العبيد، والسلام على من اتبع